مرحبا بكم مشاهدين برنامج أهل المدينة أينما كنتم في اليمن الغالي أم في الخارج. لا تزال أجواء الاحتفال ب 26 سبتمبر تخيم على أجواء مدينتنا. نترككم الآن مع فقرات حلقتنا لهذا الأسبوع، فابقوا معنا. تشاهدون في هذه الحلقة: الأمن في عدن، تحديات المرحلة ومتطلبات الواقع، معاصر السمسم في عدن، تطور المهنة ومنافع الاستخدام، عمرو الإرياني شاعر يمني معاصر كتب الشعر في عمر مبكر، جولة إخبارية سريعة نتلمس فيها أهم أحداث المدينة وأهل المدينة. نظمت مؤسسة إبدار للفن الأصيل فعالية مهرجان الشعوب والتراث في العاصمة المؤقتة عدن بمشاركة مجتمعية واسعة. المهرجان تضمن العديد من الفقرات الفنية واللوحات الاستعراضية المتعلقة بالتراث القديم والفن اليمني الأصيل، قدمها عدد من الفنانين وسط أجواء حماسية شعبية. في معنا مسرحية من ركن لاحق، ترأس نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبد ربي المحولي اجتماعا موسعا بديوان الوزارة في العاصمة المؤقتة للبلاد، التقى خلاله بوكلاء القطاعات ومدراء عموم الوزارة للنظر في خطط تنفيذ المهام خلال الفترة المتبقية من العام الجاري. وتطرق الاجتماع إلى جملة من التسهيلات المطلوبة لتشجيع طلاب التعليم الأساسي والثانوي للتقدم والالتحاق بالتعليم الفني والمهني، والتوجه نحو هذا المجال لرفض السوق المحلية بكوادر مؤهلة في مختلف المهارات الحرفية والمهنية. سؤال يطرح نفسه: من أين يبدأ الوطن؟ الوطن يبدأ من خضاره، من سهوله، من جباله، من بحره. الوطن يبدأ من جدي، من أبي، من أمي، من إخوتي. الوطن يبدأ مني. قضيتنا لهذا الأسبوع، تابعونا. أفراد الداخلية السابقين منقطعين عن العمل ورمزوا إلى عملهم، ولكن أبناء عدن سدوا هذه الثغرة. شكلت الاضطرابات التي شهدها الوضع الأمني في عدن في مرحلة ما بعد تحرير المدينة من القوى الانقلابية مسرحا إجراميا مروعا كان عنوانه الأبرز سقوط المزيد من ضحايا الاغتيالات وزعزعة استقرار السكينة. يثبتوا أنه أمن عدن موجود ومستقر في عدن. الفراغ الأمني الذي أفرزه الواقع حينما فرض تحديات ومعوقات لم يكن باستطاعة الأجهزة الأمنية تجاوزها بسهولة نظرا لتعقيدات المرحلة التي وصفت بالحرجة في وقت لم تتشكل فيه بعد ملامح الجهاز الأمني. المواطن اليوم في عدن وإن كان قد لمس جانبا من تحقيق الأمن إلا أنه ما يزال أمام الأجهزة الأمنية تفعيل دورها وتعزيز الجاهزية في كافة الدوائر وأقسام الشرط ومتابعة سير القضايا لا سيما المتعلقة بالموقوفين في السجون منذ فترات طويلة. طبعا طرقنا كل الأبواب أنا وجميع أمهات المعتقلين، مش ابني يقول لك في كثير في سجن المنصورة. وفي الأخير يبرر قايد الشرطة، يقول أنا وصيتهم للإحضار والضبط، وهذا الإحضار والضبط مش من اختصاص قائد الشرطة. قضاء موقف يعني يجلسوا أولادنا، نجلس محارين من النوم، نحن نقول حسبي الله ونعم الوكيل. منتسبو أمن عدن من جنود وصف ضباط هم أيضا نالهم من المعاناة نصيب جراء تأخر صرف مستحقاتهم المالية، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المهمات. يعني بدون رواتب، بدون يعني لا مخصصات لا قبله ولا بطنه. مش معقول يعني لحد الان يعني تقريبا 6 شهور من غير مرتبات. يعني انا عندي الحمد لله عندي مكونه اسره وعندي امراض، لكن الله ملك الحمد معي مدارس الاطفال، بس من فين يعني باجيب لهم؟ مكافحه الارهاب والحد من انتشار الجريمه وفرض هيبه الامن وتوفير الاستقرار والسكينه العامه وحمايه الممتلكات العامه والخاصه، جميعها مهمه الجهاز الامني في عدن، والذي بات من الضروري تاهيل كوادره ومؤسساته وتعزيز جاهزيته ليتمكن من فرض هيبه الدوله. العقيد علي ناصر باع عزاب الكازمي، نائب اول لمدير عام امن عدن، نرحب بك ضيفا عزيزا في حلقتنا. عقيد علي، بعد عقب تحرير عدن شهدت انفلاتا امنيا مروعا، كيف تقدرون عمل الاجهزه الامنيه في هذه الايام؟ اهلا وسهلا فيكم. اكيد بعد اي حرب في
أي بلد في العالم يكون انفلات أمني ومرحلة انتقالية صعبة. كنا قبل ما ننضم للجهاز الأمنية كانت المقاومة هي مسيطرة على كل منشآت البلد وكل مؤسسات الدولة وكل ممتلكات المواطنين، كانت المقاومة هي المسيطرة عليها. وأثناء اللقاء مع نائب رئيس الجمهورية السابق الأستاذ خالد بحاح اتفقنا على خطة أمنية كبيرة داخل عدن، ولكن حدثت للأسف اختلالات كبيرة. لم تعطى المقاومة الحقيقية مكانها الحقيقي حتى تكون بزمام الأمور، وأتت أمور ومتضاربة وحصل ما حصل. الحمد لله على كل حال استشهد الشهيد أحمد الدريسي قائد المقاومة الجنوبية رحمة الله عليه، والشهيد حريز الحالمي، واستشهد خيرة أبطال المقاومة الجنوبية، مئات الشهداء من المواطنين ومن الكوادر الأمنية ومن كوادر المقاومة. أثرت نفسيا علينا وكان رعب، رعب شديد جدا. كانت عدن مسرح الاغتيالات ومسرح يعني شوارع حتى تخضبت بدماء الشهداء، ولكن صمدنا في هذه البلد وصمدنا في هذه العاصمة، لم نتزحزح قيد أنمله، وعرفنا أن المرحلة صعبة علينا الثبات، وثبتنا إلى اليوم هذا فضل الله وفضل الرجال الشرفاء. وتحولت المقاومة بعد قرار فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى المنظومة الأمنية، وانضم الكثير منهم أفرادا وضباط و منتسبين، وحتى اليوم إن شاء الله اليوم أمن عدن. كان المواطن يقتل بالدشكة، كان 12.7 كان يقتل بالسلاح المتوسط، كانت العبوات الناسفة، كان الانتحاريين، وبعدها اختفت كل هذه المظاهر حتى وصلت إلى مسدس كاتم الصوت، واليوم مسدس كاتم الصوت اختفى. حقيقة لا زالت إشكاليات، لكن شيء كبير جدا جدا تحقق الحمد لله. بالنسبة لعمل الشرطة، إلى الآن لم تؤدي الشرطة دورها الفعال كما يجب، ما هي أسباب ذلك؟ الأسباب كثيرة كثيرة جدا. اللواء شلال علي شايح هو أحد يعني رموز المقاومة الجنوبية، وأتى هنا عدن وكانت المسؤولية كبيرة عليه، وكذلك الوزير حسين عرب ما يملك من خبرة كبيرة، ولكن الظروف المحيطة بهم واللواء علي ناصر الخشعني وزير الداخلية عملوا ما بوسعهم، ولكن الإمكانيات كانت صعبة، صعبة جدا. ما مدى المعوقات التي تواجهكم؟ ما هي الإمكانيات التي تحتاجونها لتقوم بأداء المهام ويتم دب الأمن في أطراف وأجزاء محافظة عدن والمحافظات المحررة؟ الإمكانيات هي انتظام الرواتب للأفراد، الانتظام في يعني كل المحروقات، الأطقم العسكرية، ذخائر، أمور كثيرة، الدعم اللوجستي، أجهزة اللاسلكية، أمور كثيرة. عندما تمتلك الإمكانيات، أنا كمدير الشرطة البساتين لعامين متواصلة كنا نفتقد الأبسط المقومات، ورسلنا رسائل، وجهنا رسائل عدة للأخوة الأشقاء في التحالف العربي والحكومة الشرعية مثلا فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، عليهم بدعم أجهزة الشرطة. شلال علي شايع ومن معه يعمل في أمن عدن عملوا الكثير والكثير، لا أحد ينكر هذا أبدا، وكنا نعمل ليل نهار بإمكانيات خاصة. لكن في أمور يعني مثلا أنت كيف أنت بتعاقب الجندي على أساس أن تكون القوة هذه داخل الشرطة أو داخل المؤسسة الأمنية بانتظام لمدة 24 ساعة، وهذا الجندي إلى 3-4 شهور بدون راتب؟ صعب صعب صعب. لكن هذه الإمكانيات إن شاء الله احنا نتمنى أنها تتحسن من يوم إلى يوم، والآن بدأت الرواتب يعني تدريجيا. يعني أنتم تعولون الوضع الأمني بسبب رئيسي هو عدم توفر رواتب، عدم توفر الإمكانيات من ضمنها الرواتب، والرواتب هي الجزء الرئيسي. يعني مثلا أنا مثلا في شرطة البساتين كان يعني حوالي مع المنتسبين الـ 450 جندي، كان اللي يداوم حوالي 100-150 جندي، ليش البقية ما عندهم إمكانيات؟ يعني كيف راتب هذا الجندي 60,000؟ متى بيتنقل من حي إلى حي وكم المواصلات؟ كنا نعذر بعض الجنود، ما كانت قوة كافية تكون المدة 24. لما تكون القوة جاهزة في هذه الشرطة وهذه وذيك وهذا، هذا يولد يعني على طول عمليات في اشتباك في منطقة يعني الحي الفلاني، جهة إرهابية حاولت زرع، تكون القوة جاهزة تنطلق فورا تخمد هذه الأمور. لكن لما تكون الأمور متسيبة، لكن الناس عملت بدافع وطني، الناس ما كانت تنظر للرواتب ولا كانت، لكن هي شيء لابد أن ما ننكر هذا الشيء، الناس قدمت أرواحها وقدمت دمائها. كنا نمشي في الشوارع عندما نمر جنب أي سيارة نعتبرها سيارة مفخخة، كنا ما أي شخص نستقبله في الشرطة كنا نعتبره إنسان ويحمل حزام ناسف. يعني أمور نفسية كثيرة عانيناها، ولكن الناس صمدت إلى اليوم هذا،
وان شاء الله باذن الله ان الامور تتحسن. وانتم اليوم تشوفون انا الان جيت بالميري العسكري، كان الميري اول ما يمكن تخرج في الشارع ميري عسكري، اليوم الحمد لله انا خرجت من بيتي، حراسه شفتوهم انتم لا يتعدون 10 افراد، الحمد لله الامور طيبه. بعد ذلك بنتقل الى عده اماكن في عدن، الأمور طيبة إن شاء الله. الحمد لله إن شاء الله. عقيد علي، مؤخرا تم انتشار مظاهر مسلحة وبعض التصرفات الأحضارية مما أثار قلق وارتباك أهالي عدن الذين تعودوا على أن عدن مدينة السلام ومدينة الجمال. كيف يمكن القضاء على هذه المظاهر؟ وهل هذه المظاهر تنتمي إلى جماعات محسوبة على الأجهزة الأمنية؟ أبدا أبدا، إحنا لازلنا في حرب. الشباب يأتون من الجبهات، من كرش، من مكيراس، من المخاء، بأعداد هائلة، آلاف بل آلاف اللي يقاتلون الآن في تعز، ويقاتلون في المخاء وفي الحدود الساحلية، ويقاتلون في كرش، ويقاتلون، هم هذولا أبناء عدن، هم أبناء المناطق الجنوبية المحررة، يعني ترون هذه الأطقم العسكرية وهذه. إحنا لازلنا في حرب، الحرب لازالت، المدفع يصل من كرش، يصل من عدة مناطق، فهذا شيء طبيعي. عندما تضع الحرب أوزارها لن تجدوا شخص يحمل سلاح الا الاجهزه الامنيه. متى تضع الحرب اوزارها؟ هذه امورها ان شاء الله، يعني انها تحسم الامور في صنعاء وصعده، وان شاء الله ان الانقلابيين في يعني لحظاتهم الاخيره وفي انفاسهم الاخيره، وان شاء الله عندما تتوقف الحرب في اليمن، وهذا ما نامله ان شاء الله بعد هزيمه الانقلابيين، ستعود الامور الى لكن المواطن في عدن لا يدرك، او الاعلامي او غيره لا يدرك ان هذه البلد لا زالت الحرب فيها، ولا زالت الاف الجنود ياتون من المناطق الجبهات وياتون الى عدن ثم يعودون الى جبهاتهم. هذا اللي ترونه. الاجهزه الامنيه في عدن يتواجه صعوبات، من فين؟ انا تابع الجبهه الفلاني، انا صعوبات، صعب انك تمنع الناس انها تاتي الى العاصمه عدن، مستحيل، فالناس لا زالت في حرب. عقيد علي، كانت لكم تجربة بالعمل في الشرطة، حاولتم خلالها تفعيل دور الشرطة ومكافحة الفساد، ويشهد لكم ذلك أعمالكم التي قمتم بها. تعتقد ما دور الآن عمل الشرطة؟ هل يتم عملها على قدم وساق؟ أول كانت الشرطة تحارب الإرهاب بدرجة أولية، وكانت تحل قضايا المواطنين ومحاربة الفساد والبلاطجة وكل الأشكال. في يوم من الأيام الهجوم من القاعدة الإرهابي أدى إلى استشهاد 5 من أفرادي في شرطة البساتين، تصدوا لهم الأبطال، حتى كانوا ينادون مكبرات، يعني كانوا ينادونهم إن أبو مشعل في منزله وعليكم تسلمون سلحتكم. قاتل الشباب حتى يعني استشهد 5 من خيرة الرجال رحمة الله عليهم. ويعني كانت الشرطة مشتتة ما بين محاربة الإرهاب وما بين كيف تحل قضايا المواطنين وكيف تثبت الأمن الداخلي. اليوم يوجد لنا الحمد لله الآن توجد إجهزة أمنية تكافح الإرهاب، وتوجد إجهزة أمنية يعني تثبت. الشرطة تحولت إلى مجتمعية، أمن مجتمعي، حل قضايا الناس وما شابه ذلك. قلت أن الشرطة تشتتت بين قضايا المواطنين وبين عملها كأجهزة أمنية، بين قضايا المواطنين عندما تحدث جريمة أو يتم التبليغ عنها وتنزل الشرطة لمسح موقع الجريمة، كيف تتعامل الشرطة بعدم وجود محاكم وقضايا؟ كيف يتم التعامل عندما ترفع الدعوة إلى النيابة العامة؟ كيف يتم التعامل مع هذه القضايا؟ نتعامل معها. أول شيء نخمد هذه الفتنة. أي عمل مثلا، أنا قدمت أنا في عهدي في شرطة البساتين 11 شهيد و18 معاق من أبطال شرطة البساتين، من أبطال المقاومة الجنوبية في البساتين الذين انضموا للشرطة. كل هذه الدماء الشابة النقية الطاهرة التي يعني سالت هي يعني في قضايا أراضي، قضايا مواطنين، نزاعات، ننزل نخمد أول حاجة، نوقف هذا النزاع، بعد ذلك نشعر المواطن أن هذا الوضع موقف، أن نحن شرطة ضبط لا لنا دخل بأي فصل، إن قدرنا نحاول يعني حلينا الوضع ودي كان بها، ما قدرنا نحل الوضع ودي جمدنا الموضوع حتى تفتح المحاكم. ولا يخفيك ان الامور تراكمت صراحه حقيقه، الى ولكن من تاخير الحق الخاص الى متى؟ من منبركم هذا نطالب
مثل أجهزة الدولة أو الحكومة مثل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وانت يعني يتفاعلوا في فتح القضاء والأخوة في التحالف العربي. لا آخر اللقاء لي مع يعني عدة قيادات في التحالف أخبرناهم أن القضاء هو مهم جدا جدا جدا، حتى يعني كل هذا القضاء، حتى كمية المسجونين الآن اللي فيه مجرد اشتباه، بعضهم وبعضهم إرهابيين، والبعض الآخر يعني اشترك في عملية إرهابية. فنحن نريد نفرز هذه، الإرهابي ينال جزاءه، المجرم اللي يده تلطخت بالدم، الإنسان البريء، بل إن كثير كثير جدا إبرياء في السجون مجرد شبهات، والأمن قام بدوره. فيعني يورد اسم شخص في التحقيق يقولوا جيبوا هذا الشخص يتم توقيفه حتى يفتح القضاء، وهذه عائق كبير. ومن منبركم هذا إن شاء الله أن يعني تصل الدعوة، وإن شاء الله أن القضاء بيفتح وبتعود الأمور زي ما كان إن شاء الله. لا تقوم دولة بدون القضاء. لكن الآن تطرقت إلى بعض الشباب الأبرياء الذين أدخلوا في السجن نتيجة أن الشرطة تقوم بعملها لأنهم مشتبه بهم أو ذكر اسمهم في التحقيق. هؤلاء الشباب أبرياء قد يكونوا، تم توقيفهم عن أعمالهم، عن حياتهم، عن خطط مستقبلية. أهالي هؤلاء الشباب ماذا تكون حالتهم وهم تمر الشهور وشبابهم وأبنائهم في السجون بدون سبب؟ أخبرت أنا عدة قيادات كبيرة في الدولة، هو من ضمنها وزير الداخلية ومدير الأمن وقائد التحالف العربي، أخبرت قيادات رفيعة رفيعة جدا جدا، بل أجزم أن الكثير منهم أبرياء. هذا يعني شيء في رغبتي لازم أني أقولها أنا في الإعلام وأقولها في كل مكان، أن هناك ناس إبرياء، ولكن نطمن أسرهم إن شاء الله أن في اتفاقية أخيرة، يعني إن شاء الله أن في حوالي عدد بالمئات بيتسلمون إلى نائب وزير الداخلية أو إلى وزارة الداخلية. متى عقد عليه؟ متى؟ حسب هل ينتظر قلب الأم؟ هل ينتظر قلب الأم ساعات؟ لا تنسين أن هناك أمهات فقدت أولادها من الإرهاب، هناك أمهات فقدت أولادها، وهناك أمهات فقدت يعني إلى زالة اليوم اللي موجود في الدولة في السجن، فهو في بيت الدولة لا خوف عليه، شهر شهرين عام عامين هو بيطلع. يتم زيارتهم من الأهل؟ يسمح بزيارتهم؟ لا، في ناس يتم زيارتهم وفي ناس يعني ما يتم زيارتهم حسب التحقيق لجهزة الأمنية ولجهزة الدولة. فيعني في أمور هي تتحفظ عليها، هي أدرى بهذا الشأن، ولكن إن شاء الله أن الكل في يد أمينه. لابد أنت في يد دولة، خلاص ما في خوف هذا المسجون أو المتوقف. لكن مثل ما قلت أنت سؤالك الأول سؤال ممتاز جدا، القضاء هو الفيصل، وإن شاء الله الآن في دفعة كبيرة حسب ما علمنا أن بيتم تسليمها وزارة الداخلية، ومنها بيتم على طول مباشرة عبر القضاء المتهم يعني يحاله إلى السجن العام، والبريء أو اللي عليه الشبهات مجرد ضمانه وطلوع. وإن شاء الله إحنا نطالب، أنا كل يوم أتلقى عدة رسائل على جوالي الخاص، على الواتساب، على الرسائل النصية، أطلع من البيت حقي ألاقي ثلاث يعني نساء تسأل ابني مختفي، هذه صورته هذه. فنحن نعاني صراحة، نعاني من هذا الشيء، بل إني أنا دخلت في نزاع وخرجت عن النص، وخرجت حتى من مسؤوليتي يعني الأمنية في بعض الأمور. يعني أنا في الأخير بشر، وكتبت في صفحتي في الفيسبوك عدة مرات، ويعني حتى ناس كثير انتقدوني قالوا أنت كيف أنت مسؤول أمني وتكتب؟ كتبنا على هذه معاناة الناس، لكن هذه أمانة علينا أن نخرجها ونصارح الشعب بها. ولكن كما قلت لك، في أم يعني تنتظر ولدها، ولكن في أم فقدت ولدها، عليها أن تقدر هذه الأم التي فقدت ولدها، وعليها أن تحترم أن في مئات 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 على رأسهم قائدي الشهيد أحمد الإدريسي، وكثير من القيادات الكبيرة، قيادات كبيرة أمنية وقيادات من المقاومة استشهدت يعني لأجل هذا الوطن، لأجل أن تعيد هذا الأمن والأمان على الأسرة هذه التي افتقدت ولدها. احنا معهم وقلوبنا معهم، وأنا أوجه لهم من منبركم هذا أننا معهم ولن ننساهم. احنا في اجتماعات خاصة لا يعلم بها الإعلام، لا أحد يتوقع ما وصلنا له، بل إن الرئيس عبد ربه منصور هادي وكذلك وزير الداخلية وكذلك مدير الأمن ونائب وزير الداخلية يعانون نفس معاناة هذا، يتابعون، ولكن في أمر صعب داخل البلد علينا أن نتقبله. نقدر عملكم، ولكن يظل المواطن لا يعرف بالاجتماعات والأتعاب التي أنتم تقومون والمتاعب التي أنتم تقومون بها، هو ينتظر شيء ملموس، شيء مادي. أعانكم الله لذلك. عقيد علي، عقيد علي، ما هو العلاقة أمن عدن بالحزام الأمني وبجهاز مكافحة الفساد؟ إلى الآن الحزام الأمني لم يتم دمجه في وزارة الداخلية، وفي اتفاقيات كثيرة ولكن لم يفعل الآن.
لم يفعل الآن، ولكن هذا السؤال يجيب عليه فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي والأخوة في قيادة التحالف العربي. على احنا طالبنا مرارا وتكرارا على الأجهزة الأمنية أن تكون متوحدة، وعليها أن تكون تحت غرفة عمليات واحدة. كل هذه الأجهزة الأمنية في عدن عليها أن تكون تحت أمرة اللواء شلال علي شايع مدير أمن عدن، وعندها سترون أمور كثيرة. لكن هناك أمور يعني يجيب عليها مثل ما قلت سابقا، هم أدرب هذا الشيء. ولكن أقول لك أن علاقة مدير الأمن كبيرة جدا بقادة الحزام الأمني، بل أن قادة الحزام الأمني كلها يعني الآن أي أوامر من اللواء شلال علي شايع تنفذه قيادة. هل هناك تنسيق؟ تنسيق نعم، هناك تنسيق كبير جدا خاصة في الآونة الأخيرة، الأشقاء في التحالف العربي في الآونة الأخيرة يعني فهموا الخصوصية هنا داخل عدن وداخل المجتمع وداخل المنظومة الأمنية، والأمور تمشي من حسن إلى أحسن إن شاء الله. والقادم إن شاء الله احنا حسب الاتفاقيات اللي تكونها، احنا نريد نحافظ على هذا الجندي اللي في الحزام الأمني، يتم ترقيمه الترقيم العسكري، ينضم وزارة الداخلية، يكون جندي ليس يعني لا حزام أمني بدون أي ترقيم عسكري أو شيء. الآن بدأت اللجان تعمل، بدأت يعني منظومة السجلات، جلست مع مدير الدائرة المالية في وزارة الدفاع وكذلك في وزارة الداخلية، بنوا يعني سجل معلوماتي كبير، كانت أول لا شيء، كل شيء منظوم بالصنعاء، كل شيء منظوم، الانقلابيين سيطروا على كل شيء. الآن بدأت قاعدة بيانات لحوالي 80,000 جندي وضابط، الأمور يعني يشتي لها. عقيد علي، هل إدارة أمن عدن تعمل بالشكل الصحيح وفقا للشرعية، أم أنها يوجد تقوم ببعض المخالفات أو؟ لا أخفيك أنا أن في بعض الاختلالات تمام، ولكن اللواء شلال علي شايع مثل ما قلت لك هو بشر، والبشر والرجل عليه ضغوط كبيرة. أنا كنائب أول لا أنا أقدرها، بل إننا حتى إحنا يعني في جيتنا قراراتنا فيها إشكاليات، لا أخفيك وهذا الكلام ما أخبرنا به أحد، وأعتقد إن إشكاليات حتى أمور كثيرة، لكن أمور سياسية من ضمنها حتى السيد محافظ محافظة عدن، لا يا أخي أي مواطن يعلم بهذا الشيء. لكن منظومة إدارة الأمن في أمور كثيرة، في منظومة الأمنية كاملة في أخطاء، ولكن إحنا دائما إحنا ننظر للأخطاء ما ننظر للإيجابيات. أنا كشخصيا أنتقد الأخطاء، لكن في إيجابيات ما ننظر لها. مثلا 11 عملية اغتيال في عدن الأخيرة، تم كل القتلة تم يعني إيداعهم السجن، اللي في كريتر واللي في البساتين ودار سعد والشيخ وا وا وا، كل هذه القتلة اليوم هم أمام العدالة والقانون، هذا شيء إيجابي جدا. لكن احنا دائما نركز على الأخطاء حتى نصحح هذه. ألا تظن أنه جزء من عدم رؤية الإيجابيات بالعودة إلى حديث عن قضاء هو عدم فتح المحاكم، حتى عندما لا تكون المحاكمة الأشخاص الذين قاموا بعمليات الاغتيال المحاكمة لا تكون علنية، لا يوجد هنالك قضاء مفتوح، فإن المواطنين لا يرون أي تقدم في الأعمال، لذلك هم ليسوا سوء الظن وليس يرون السلبيات فقط، هم معذورون لأن لا يوجد أمام ناظريهم محاكمات تقام لهؤلاء الأشخاص، أحكام عادلة تطبق. أكيد القضاء شيء مهم رئيسي، لكن أنا أنت أعتقد أنك يعني قبل حوالي سنة أو سنة ونص ما كنت يعني تخرجين بهذا الأريحية، وما كنت تذا لأن العوائل تخرج إلى المنتزهات وتخرج إلى الحدائق. الآن يوجد بعض المخاوف. في مخاوف، أنا قلت لك لا زال المدفع في الكرش، ولا زال في المخاوف، ولا زال الحوثي علي عبد الله صالح يملكون من العصابات الإجرامية داخل عدن، في خلايا إرهابية، في خلايا استخباراتية تعيث في عدن فساد تقتل، حتى عبر الإعلام القائد فلان تكلم على القائد فلان. أكثر شخص انتقد أنا عمل الجهاز الأمني، بل عانيت أنا في مسيرة عملي حتى أنني علقت عملي في وزارة الداخلية وإدارة الأمن بعد استشهاد الشهيد خماطة، كثير من الناس ولا يسعني يقول إلا أنهم لا يفهمون شيء، لا أقدر أعلق عليهم أن أبو مشعل أراد إلا أن يظهر وينتقم حسابات، وأنا والله لا نظرت لهذه الأمور، نظرت على مدير أمن تم قتله وسحله. لكن بعد تصريح القائد أوضح هذا الشيء، بعد تصريح القائد منير اليافعي أبو اليمامة أن القتلة تم تسليمهم إلى العدالة، عدت إلى عملي وأنا أمامكم باللبس العسكري. كنت أنا في بيتي أجلس من 20 يوم ما طلع من البيت، كنت انتقد كثير من أقرب الناس اللي قالوا لابد أن تصمت
مثلك مثل الآخرين، عليك أنت قلت أبداً هذا بلدي وهذا وطني، علي أن أحمل الأمان. لكن الحمد لله اليوم الأمور طيبة، في غيري اليوم يتكلم، هذا أول لقاء من شهور طويلة، أنا أول لقاء مع قناتكم المحترمة، نتشرف بهذا اللقاء وأنا أتشرف والله. ويعني إحنا علينا أن نقول أي شيء، أنا هذه البدلة العسكرية أو هذه الرتبة العسكرية أو هذا المنصب الأمني، أنا عندما حملت بندقيتي في 19/3/2015 أول يعني الهجوم على معسكر الصولبان، ما كنت أتوقع أني يوم من الأيام بصل إلى هذا المستوى. أنا خرجت دافع عن وطني، دافع عن كرامتها، دافع عن حماية المواطنين. مؤخرا تم إلقاء القبض على باص في الشيخ، كان هذا الباص يقوم بسرقة الناس، ويعتبر هذا تقدما وإنجازا لأن العديد من المواطنين قد قدموا الشكاوى، هل أفدتنا في هذا الأمر؟ نعم، هذه عصابة كانت يعني يستغلون الباص على أساس أنهم ركاب مواطنين عاديين، يطلع الضحية رجل أو امرأة، يشوفون الشخص اللي لبسه يعني باين أنه يعني ثري أو أنه يملك مال، يتحركون به إلى مكان معهم حماية، يتم تسليبه كل شيء. هذه القضية ظهرت يعني إعلاميا، في قضية تم القبض عليها نفس القصة في البساتين، وارسلناها عبر الصور ووزعناها عبر يعني الصحف. هذه العصابات، احنا الان افتتحنا في مؤخرا المركز الاعلامي لوزارة الداخلية، وهنالك مثل هذا الباص ايضا في المعلة، كثير 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 في البساتين، في دار سعاد، في المعلة، في قضايا كثيرة. لكن قلت لك احنا ينقصنا الجانب الاعلامي، في جانب اعلامي في إدارة الامن يقوم واجبه، لكن احنا الان افتتحنا في وزارة الداخلية مركز اعلامي متكامل، اي شيء حتى انتم كاعلاميين بتستغون معلوماتكم من المركز الاعلامي، ما يحتاج انكم تتصلون مدير شرطه، مدير امن، نايم مدير امن غيره، لا خلاص في مركز اعلامي اي حاجه بتكون عبره. عقيد علي، ماذا تحتاج الاجهزه الامنيه من الدوله، وماذا تحتاج من المواطن الذي قد لا يحمل البندقيه ولكنه قد يقدم المساعده لبلده، فماذا تنتظر الاجهزه الامنيه من الدوله ومن المواطن؟ ننتظر من فخامه الرئيس عبد الرب منصور هذا الشخص، انا اقول لك بكل صراحه فقدنا الثقة في ناس كثير وفي أمور كثيرة في جزء كثيرة، لم يتبقى إلا الوالد الرئيس فخامة الرئيس المشير عبد الرب منصور، هذه القائد الأعلى للقوات المسلحة، هذا الرجل الذي نقف معه يعني قلبا وقالبا، وأنا أؤكد من هذا المنبر أن عبد الرب منصور هادي أننا رجالة في هذا الوطن، وأننا سنقدم أرواحنا في دال وطننا وتنفيذا لأوامر فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي. هذا الرجل الوحيد الذي نحن أملنا كبير فيه، في لقاء صحفي له مع صحيفة القدس العربي أكد أنه سيذهب إلى مؤتمر في الأمم المتحدة، وبالفعل أمس وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية أول أمس، وعندها سيعود إلى عدن، سنقابل فخامة الرئيس ونطلب منه كل هذه الطلبات وكل ما نريده، ونحن أملنا كبير. هذا الرجل عندما تصل له يعني كل ما تريده يتحقق، لكن لا أخفيك أن هناك من يعيق يعني أي أمور، ولكن سنجلس معه من القلب إلى القلب ونطلع، وهو أكثر شخص يعني حريص أن تكون المناطق المحررة مثال حتى أبناء تعز يتشجعون أكثر وأكثر، حتى أبناء صنعاء وغيرها من المناطق في شمال الوطن يعني أنها يعني تتشجع وتكون تأخذ الدرس من المناطق المحررة كعدن. عقيد علي، إذا كنت ستعطي تاريخا معينا حتى ينتهي الأزمة التي تمر فيها اليمن وتعود اليمن من جديد يمنات يمن الخير والبركة، لن يكون إلا بدفن المجرم علي عبد الله صالح، عندما علي عبد الله صالح يضع في تحت التراب وأدواته الإجرامية في صنعاء، أقول لك أن اليمن ستعود. علي عبد الله تضرب معسكراته، تضرب دبابات، تضرب، لكن الجهاز الأمن القومي الاستخباراتي لا زال، هذه على كل شخص وعلى كل إنسان سواء متعلم أو إنسان يعني مواطن بريبي شاهد هذا اللقاء، أن يعرف أن العمود الفقري للأمن الاستخباراتي للأمن القومي التابع لعلي عبد الله صالح لا زال هو بأسماء تنظيمات إرهابية، بأسماء مستعارة، بأسماء جرامية، كل هذه الكواتم الصوت والاحترافية في القتل والجرامية لا يجد إرهابيين في الجبال يجدون هذه الأجهزة، بل تجد أجهزة استخباراتية على أعلى مستوى هي من تقيم بهذه الاغتيالات. عندما يدفن علي عبد الله صالح أعلمي أن اليمن شمالها وجنوبها ستعود لها البسمة وستعود كما كانت سابقا. عقيد علي، بصفتكم أبرز القيادات في المقاومة الجنوبية، ما هو موقفكم من المجلس الانتقالي؟
الكيان السياسي أو المجلس الانتقالي كان حلم الأمة الجنوبية من تعدة القيادات هذه إلى قيادة واحدة تقود القضية الجنوبية وتتكلم باسمها في المحافل الدولية والخارجية والداخلية، حتى يعني هذه تعدد القيادات الكثيرة في بوتقة واحدة كلها في منظومة واحدة. لكن للأسف الشديد ما رأيناه أن في عقالة تم قرار يعني تغيير محافظة عدن الوعي دروس سبيلي، لكل الشكر والتقدير من هذا المنبر على كل ما قدمه العدن. هذا الرجل عمل خلال عامين ما قصر، قام باللي عليه ولكن في مرحلة صعبة. بعدها بأربعة أيام تم الإعلان عن المجلس الانتقالي. أنت يعني هذا مشروع أمة، هذا مشروع وطن من عام 94 والجنوبيين يكافحون. خرجنا في أول ثورة سلمية في تاريخ العرب، لم تخرج أي شعوب عربية قبلنا، خرجنا وسحنا يعني وأودعنا الزنازين وتم قتل يعني خيرة شباب الجنوب في كل ساعة، بل تم قتل 25 شاب أعزل سلميين في ساحة العروض في يوم الكرامة. العمل هذا لابد أن يكون عمل منظم. أنا مش ضد المجلس الانتقالي، أتتني قناة السعودية إلى بيت منزلي وعلنت هذا التصريح، وأول ما نزلوا في الموقع عشرات الآلاف تم مشاهدته. أنا لست ضد المجلس الانتقالي، لكن أنا أرى أن منظومة العمل في المجلس الانتقالي سيئة جدا جدا جدا. قلتها في وجه المدفع قبل، لم يتجرأ أحد يقولها. اليوم 6 أشهر لم نرى أي عمل ملموس على الأرض. أنت قبل شوية قلت المواطن لا يعرف باجتماعاتكم الخاصة حقيقة، لكن المواطن يريد عمل على الأرض. لم نرى هذا العمل على الأرض. اليوم لنا 6 أشهر أو 7 أشهر من يوم إعلان المجلس الانتقالي. هل المجلس الانتقالي عمل شيء؟ مجرد بيانات وغيرها. قضية الجنوب قضية عظيمة، قضية الجنوب قضية كبيرة. دخلت ساحة العروض رأينا صور عملاقة كبيرة كأننا في كوريا الشمالية. نحن لا نعبد أشخاص، نحن لا نمجد أشخاص، نحن أبناء هذا الوطن نريد أن تحامل هم القضية الجنوبية، أن يكون يعني كل تركيزه وكل معناته على هذا الوطن. للأسف الشديد الناس ركزت على الأشخاص لم تركز على الوطن. عهد دروس الزبيدي مناضل كبير وكبيرة جدا، وأغلب قيادات المجلس الانتقالي لا أقول فيهم إلا كل شكر وتقدير، لكن أنا أتكلم عن آلية عمل، عن منظومة عمل. إلى الآن كشخص أبو مشعل، أنا كشخص أنا لا أتكلم باسم الجميع، ولا أنا وصي على شعب الجنوب ولا على أمن الجنوب. أنا أقول إن الطريق خاطئ، لابد من تصحيح المسار، لابد من دعوة الكل. للأسف الشديد بعض الأسماء في المجلس الانتقالي يمثلون أحزاب، يمثلون الأحزاب اليمنية، تمام؟ هذه الأحزاب الثورة الجنوبية لم يمثلها أحد في هذه إلا بأثناء أسماء بسيطة جدا جدا، وتم محتوائها وتمشي على نفس الخطى اللي مشى عليها يعني الأحزاب، حزب الاشتراكي وغيره والرابطة وغيرها من هذه التنظيمات. احنا نريد المجلس الانتقالي إذا كان يريد يصحح مساره، أولاً عليه أن يمد يده لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، حتى لا يكون شقاق جنوبي داخل الجنوب. هذا ما تخوفنا من على المجلس الانتقالي، أن يمد يده لعبد ربه منصور هادي، وعندها سيجد الطريق الصحيح وسيجد كل الشعب. هم يقولون الشعب، لا، في شعب وشعب، عليهم أن يعني يمد يده إلى عبد ربه منصور هادي. هذا التناحر في مواقع التواصل، أنا أريدك أن تعطيني وقت الكافي مشان يعني يوضح في أقل من دقيقة، هذا يعني المناطقية والأمور اللي انتشرت في مواقع التواصل، وأنتم ترونها لا يخفيها أحد، لا يخفيها إلا واحد لا يحب الوطن، واحد مجامل. لكن إحنا نريد أن نضع يدنا على الجرح، على الأخوة في المجلس الانتقالي إذا كان صوتي بيصلهم، وأنا متأكد أنهم سيصلون لهم، عليهم أن يضعون يدهم في يد عبد ربه منصور هادي، يجلسون مع عبد ربه منصور هادي. عبد ربه منصور هادي قدم للقضية الجنوبية ما لم يقدم أحد. عبد ربه منصور هادي أدخل 80,000 من الجنود وضباط من أبناء الجنوب الذي كانوا في بيوتهم، كانوا مسرحين. كان المواطن الجنوبي يرى البدلة العسكرية لا له قرار. اليوم كل المحافظات الجنوبية المحررة، المحافظ جنوبي، مدير الأمن جنوبي، كل الأجهزة الأمن الجنوبي، فلماذا النكران؟ نريد المجلس الانتقالي أن يضع يده بيد عبد ربه منصور هادي، يضع يده بيد كل الشرفاء، عندها سنقول أن هذا يمثل القضية الجنوبية مع قلبا وقالبا، ليس ضده ولكن ضد آلية العمل. عقيد علي باعزب الكازمي، نائب أول مدير عام أمن عدن، كنت معنا في هذه الحلقة، نشكرك.
شكرا جزيلا لكم، وانا اكررها مره اخرى وامام يعني الملايين ان هذه القناه على يعني المهنيه في تعاملها والطاقم اللي موجود في عدن له كل الشكر والتقدير، هي التي اجبرتني اليوم ان اتي وان اترك عملي وان اكون داخل مكتبكم، لان المقابله الاوله اللي تابعتها كانت رائعه ولم يكتز منها شيء بل بكل شفافيه. هذا هو الاعلام اللي نبحث عنه. شكرا جزيلا لكم اختي العزيزه. مفيد للصحة، ضغط الدم، القلب، السكر، السمنة، كما يفيد أيضا الجمال، الوجه والبشرة والشعر. زيت السمسم حكايتنا لهذا الأسبوع، تابعونا. مع دوران الحياة اليومية وديمومة حركتها، تدور معاصر السمسم في أخشابها في حركة دائرية الشكل دون انقطاع، وفي مسار موحد محدود يلتف قطبها مرات عديدة حول بذور السمسم ليفرز عصارته الزيتية متعددة النفع والاستخدام. قديماً عرف اليمنيون معاصر السمسم بهيئتها القديمة المتخذة من الجمال وسيلة بدائية لتحريك المعصرة واستخراج زيت السمسم المتوارث استخدامه منذ زمن الأجداد، حتى شكلت تلك المهنة جزءاً مهماً من الموروث الشعبي المتداول منذ عشرات السنين. بالنسبة للجمال هو قلقل ممتاز، ليش؟ لأن الجمال يمشي بطيء، يعصر بطيء، يخرج العصرة مفعول صح، بس مع حكم التطور وحكم السنين هذه، واحنا ب 2017 تطور بعده تطور صلحت هذه الآلات وبرضه صارت ممتاز جودة ولا. اليوم ومع دخول التطور التكنولوجي على كثير من المهن الحرفية، كان له أثره أيضا على معاصر السمسم العاملة بآلية متطورة، حيث استبدل كثير من العصارين الجمال بأدوات كهربائية حديثة سهلت مهمة عملهم في المعاصر التي تعدى وجودها الأرياف إلى المدن، كما هو الحال في عدن الحاضرة فيها معاصر السمسم. جودة العصار واحد، الثاني جودة القلقل، ثلاثة جودة صاحب المعصرة، إذا يشتش جودة ويشتش شهرة لنفسه يعمل حاجة نظيفة. تصنع معصر السمسم من جذور الأشجار الكبيرة بطرق احترافية على شكل دائري مجوف من الداخل لتسهيل دوران ما يسمى بقطب المعصرة الذي يدور حول بذور السمسم بعد وضعها داخل تجويف المعصرة وإضافة كميات مناسبة من الماء ليتم بعدها الحصول على زيت السمسم البني اللون برائحته المتميزة. يعد عمل معاصر السمسم من الأعمال الشاقة والخطيرة وتتطلب درجة عالية من اليقظة والحذر، فدوران المعاصر بطريقة سريعة مع وجود العصار داخل محيطها يشكل تهديدا لسلامته إن لم يكن سريع الحركة قوي التركيز أثناء قيامه بتعهد العصرة بخطواتها المتسلسلة التي تمر بمراحل عدة منذ بداية الإعداد لاستخراج زيت السمسم من بذوره. يجلس حتى ينتهي، بيتعطل إذا وقع فوق ما بيتعطل، تجلس فترة، وكل ما جلست فترة داخل البيت أنت تستخدمها ضروري إنك إيش ترجع، ليش؟ لأنه كامل الفوائد حقها تنزل بالأرض.
عدة ساعات هي الوقت الذي تستغرقه المعاصر لاستخراج عصرة واحدة تقدر بخمسة لترات من زيت السمسم أو ما يطلق عليه محلياً بالصليت الحالي أو الصليت البلدي. وكما تعددت مسمياته تتفاوت أيضاً درجات جودته طبقاً لنوعية السمسم المستخدم والذي يتم استيراد بعضه من الخارج والبعض يزرع محلياً. هذا بيان وهذا بلدي له درج وهذا قلقل خارجي حبشي، الفرق بينهم هذا طعم ثاني وهذا شم ثاني والحبة والنوع وكل شيء واللون الأفضل اللبيني واللودري. ارتبط زيت السمسم بالثقافة المتوارثة في المحيط اليمني وحرصت الأسر اليمنية على استخدامه في الوجبات الشعبية وكدهن للشعر للاعتقاد السائد بأنه فعال ومؤثر للتقليل من ظهور الشيب كإكسير للشباب والحفاظ على شعر الرأس بدلا من الزيوت الصناعية، بل ترى فيه الكثير من ربات البيوت مرحما نافعا للأطفال الرضع كمساعد لنمو الأجسام وتقوية الأعصاب كما هو مشاع شعبيا حسب المجتمع اليمني الذي يرى في زيت السمسم فوائد صحية لتسكين الآلام وتخفيض حرارة الجسم المرتفعة وترطيب البشرة ومنحها نعومة ونضارة. ما تزال معاصر السمسم بزيتها البلدي المستخلص تشكل حضوراً قوياً في وقع الحياة اليمنية ريفها والحضر، محافظة في الوقت نفسه على قيمتها الخالدة كمادة غنية بعناصرها الطبيعية التي تلازم موائد الناس ولا تغيب عن معتقداتهم كوصفة فريدة متعددة المنافع. الشعر لغة عالمية جمعت أواصر الشعراء بعضهم ببعض، ولكن هل هنالك جمال كجمال اللغة العربية والشعر العربي؟ لغة القرآن الكريم، لغة الفصاحة والبيان. وجه مدينتنا لهذا الأسبوع شاعر كتب في شعره جزء من نص البهلوان: عدت فحللت سهلا، كان سفرك شاقا، فاسترح كثيرا وعميقا. ثم عمر الإرياني. وجه مدينتنا لهذا الأسبوع، تابعونا. نضجت في سن مبكر ذائقة عمر الإرياني الشعرية، وبدأ عمق حساسيته نحو الكلمة واضحا جليا في مراحل سنوات دراسته، فكان ينتظر الصيف بفارغ الصبر حيث تقام المخيمات الصيفية التي كانت تساعد الطلاب آنذاك على معرفة ميولهم وهواياتهم والتعمق فيها كلا في مجاله. طبعا قضية بداية متى بدأت أكتب أو متى بدأت الشعر أو متى بدأت أشعر أن الكلمة معبرة على شجاني وجداني، عملية تراكمية في الأساس. ما كنتش أعتقد وأنا في الابتدائية إن أنا بكون شاعر. صحيح ما كنتش أعرف أرسم، ما كنتش أعرف أغني زي غيري، بس كنت أحب الكلمات. كانت البداية في الأغاني، كانت البداية في الأذن، كانت البداية إنه أحول وأحور الأغاني، وكنا ننبسط إحنا والزملاء، واكتشفت إنه أنا قادر أحيل الكلمة بدل الكلمة والنغمة موجودة في الأذن. في أيامي طبعاً أنا أتكلم على فترة الثمانينات. سافر عمرو الإرياني إلى إب وهو لا يزال في ريعان شبابه، وعاش فترة في منزل عمته وعمه، ويبدو أن هدوء المدينة آنذاك وجوها البارد وبساطة عيش أهلها ووفرة خضرتها أججت موهبة الشعر لدى عمرو الذي استفاد من وجود مكتبة ضخمة في منزل عمه كان لكتب الشعر فيها نصيباً لا يستهان به. وكان عمرو الإرياني يميل بشكل كبير إلى قراءة الكتب الأدبية وخاصة كتب الشعر منها، فأغرق عمرو روحه في كتب الشعر وتأثر بالعديد من الشعراء في جميع مراحل حياته، ولعل شعر محمود درويش كان الأقرب إلى ذائقته. بعد ما فتحوا الطرق ما بين الشطرين في حين أنا كنت في عدن، انتقلت إلى إب. في إب كانت بداية فعلية للشاعرية. ما يعني الإب في 89-90 ما كانش مدينة بهذا الحجم اللي الآن نشوفه. وسكنت في منطقة هي قرب منطقة السحول، في منطقة اسمها قرافة، وأنا غريب عن إب، لكن رحت سكنت عند عمتي، عجبتنا هذه المدينة وبدأت أقرأ أكثر، ولا سيما أنا عشت في بيت عمي، وعمي قاضي كان، فكان عنده مكتبة ضخمة
ضخمة وكبيرة في الشعر وبالذات الشعر البردوني. ولم يزل عمرو ينهل من هذا البحر حتى تبللت أطرافه، وبعودته إلى محبوبته عدن كتب أول قصيدة له نشرت في جريدة وكانت بمتناول الشارع من بسطاء ومفكرين وأدباء، مما أعطاه حافزا ليواصل مشواره الأدبي. وكانت الولادة والبداية على مستوى الصحف يعني. رؤية الثقب يسمح بقليل من الضوء والصلاة، فلا أكتفي ببعض منك على عرق النمل، وبعد المعوذتين أظل خائفا عليك من البرع، من حدث مذك مدخم فوق الفزع، انتبهي الحرادين قد تبكي من أجل الرمل، الآن والثواني نائمة تقتص مني الكلمات لعبثي بصدرها، فكم أنا محظوظ بصحبة الأنقياء وحزن أم المطبوخ على نار هادئة، أتعلم أن لا أحبك أبدا، أن يتحاشى أنفي حضور الطين فتنين الحي يقظ جدا، أن ألقاك في جرح الغائر سرا، لكنك ما زلت الأجملة وما زال في صحوي أمور أروع، الغضب يكتب في عقل الماء فكرة يكسرها الجبل وتكسره، يهزمها التعب وتهزمه، ورقص سنبلة وزهرة، وإيقاع نهر سحري ثائر من شوق الأرض تروضه يد كخيوط الشمس قوية نبعه زفرة، أخطع كاظ وكل أساتذة الحفرة، ما كنت في إناء تراكم فكرة، ما كنت مجرد هاجسة أكلتها فأرة، استيقظ استيقظ كل الأشياء من حولك أفاقت، الثقب يسمح بقليل من الضوء والصلاة. وظل عمرو ممسكا لشعلة الشعر حتى اختيرت صنعاء عاصمة الثقافة في العام 2004، وبالرغم من أنه لم يكن مدعوا ولكن الطبيعة الشعرية فيه أبت، إلا أن يكون وسط هذا المحفل الكبير الذي جمع أدباء وشعراء ومفكرين، فأنفق من أمواله الخاصة ليكون شاهدا على هذا الحدث الأدبي الذي يعتبر الأول من نوعه في حياة عمرو الإرياني. جاءت 2006 ملتقى الشعراء 2004 هنا ملتقى الشعراء الشباب العرب صنعاء عاصمة للثقافة، وكانت أول مشاركة عامة بحجم كبير، طبعا لي مشاركات من قبل في الاتحاد يعني في 2004، في 2006 رحت لصنعاء لكني لم أشارك في المحفل الكبير، لكني كنت موجود، حضرت بذاتي يعني بفلوسي بنقودي بذاتي مشان أشوف المشهد كيف يتم وماذا يقولون أبو شعراء عرب أبو شعراء أجانب. كنت أذكر أن أنا أروح الفندق عندهم في رمادة حدة، أتفلحس جنبهم مع أنه مش مدعو، لكن أشتق لهم أنا موجود، وكنت أقرأ عليهم في أزقات الفندق. جاءت 2006 وكان الملتقى الثاني، فلم يجدوا مناصا إلا أن أكون مدعوا، فدعوني وأوغت مشاركة هامة. ثلاثها مشاركتي في ملتقى قصيدة النثر الأول أيضاً في القاهرة في عام 2008، وكانت أول مشاركة أول سفرة كانت إلى الخارج في مشاركة عربية بعد المشاركة اللي حصلت في صنعاء، في مشاركة عربية في ملتقى قصيدة النثر بدعوة من اتحاد الأدباء وكتاب مصر. وبعد بضع سنوات تلقى عمرو دعوة لحضور مؤتمر الشعراء في صنعاء كاعتراف بموهبة عمرو الإرياني الشعرية. يرى عمرو أن لا معوقات في مشواره الأدبي إلا ما يمر به الشاعر لإثبات هويته الشعرية، فهو يرى أن الشعر ليس وسيلة للتعبير عما يجيش في النفس الإنسانية من انفعالات ومشاعر فحسب، بل هو أيضا طريقة لممارسة الحياة ومفتاح لدخول الشاعر إلى أعماقه، كما يتمنى أن يشبه الشاعر نفسه التي يجدها متدثرة في سطور أشعاره. يقال أن الوطن لا يحتاج منك أن تقدم له أكثر من ضمير. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، نستودعكم الله على أمل اللقاء مجدداً.